ومن الفوائد أن كلمة الكتاب هنا ال للجنس، يعني الكتب، يعني الكتب السماوية. ولذلك ماذا قال عز وجل كما سيأتي بعد ذلك؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يعني الكتب، يعني أن تؤمن بجميع الكتب. هنا أيضا هؤلاء كتموا، لأن الخطاب هنا موجه، أو ما ذكر هنا لمن؟ هل هم لليهود أم للنصارى أم للعموم؟ بعض المفسرين قال إنه هنا في هذا السياق سياق لأهل الكتاب الذين هم اليهود، ولا يدخل في ذلك النصارى، وهذا غير صحيح. لما؟ لأن النصارى داخلون. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم، لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، هؤلاء هم اليهود، والإنجيل، فدل على أن النصارى أيضا يكتمون. ولذلك ماذا قال عز وجل في شأن النصارى في ما يتعلق بنبوة عيسى، بنبوة عيسى الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه في اليهود وفي النصارى، ويدخل فيها كل من كتم العلم، نظير أن يأخذ على هذا الكتمان عوضا من هذه الدنيا، حتى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لشرفها أعظم فيما لو كتم عالم علما شرعيا، نظير عوض من هذه الدنيا.